بالنسبة لمشكل رائحة العرق تحت الإبطين. نعم، فرائحة العرق أو التعرق تحت الإبطين خاصنا مواد اللي كنقتلوا فيها دوك الفطريات اللي كيرف أو البكتيريا اللي كتفرز لنا هذاك الغاز، ذاك الغاز ديال الكبريت اللي كيعطينا ديك الرائحة الكريهة. إذن مضادات الفطريات الكلاسيكية أو الطبيعية الفعالة عندنا زيت اليزير وزيت الأرز، إذن الويل دو سدر، زيت اليزير وزيت الأرز، معلقة كبيرة من كل زيت. وشنو كديروا فيها؟ كديروا فيها نص معلقة صغيرة ديال المسك مدقوق، إذن المسك الطبيعي مدقوق، كتخلطوا هاد المكونات والمسك راه كيذوب في الزيت، كتخلطوهم وشحال وكتاخذوا شويه يعني اي شويه من هاد الخلطه هادي وكدهنوها تحت الابط ديالكم بحال واحد ديودورون او انستيك ناتوريل، كدهنوها وكتخليوها طيله اليوم، ومع المده كيبداو يموتوا الفطريات وحتى ديك رائحه التعرق كتولي كتنقص وبقاو مداومين عليها ان شاء الله.